مرحبا بكم واضح، معكم حفيظه في ولايه بجايه. الو حفيظه بيلوت تاع بارابونت، وحاليا رانا نديرو لي بي بلاس باش نقدروا نخلو الناس تعيش معنا الجانب السياحي تاع هذه الرياضه. نحبوا لي سبور اكستريم، دونك العشق تاع المغامره والرياضات سواء الجبليه ولا الجويه خلانا نجربوا هذا الجانب كما نقولوا حنايا الشغف تاعنا في المغامره في الحياه، يعني جميع حاجه فيها مغامره نحبوا نجربوها. اولا كانت حاجه يشوفوها الناس بيزار، يخافوا منها، يقول لك ريسك ريسك ريسك، وتسمع غير كلمه ريسك. من بعد كي بداو الناس يجربوها وعاشوا معنا هذيك السعاده ديالها في السماء، ولو كامل حابين يطيروا. كنتش نستنى باللي راح يكون الطلب كبير على هذه الرياضه، خاصه من الجانب النساء. يعني ما نكذبوش باللي الاغلبيه تاع لا ديموند راهي عدد كبير من النساء، يعني كاع النساء الجزائريه تم حابين يطيروا. دونك هذه الرياضه صح انه الرياضه قبل كل شيء انها الرياضه، ولكن في يعني في اوميم طون راهي تساهم في الديفلوبمون تاع التوريزم لوكال وناسيونال. مكان اسمه عين ميمون طرت فيها في الثلج، وكانت تحفه 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 كبيره، ما تقدرش تصور شحال شابه. يعني ما كنتش نعرف بلي كاين اماكن في بلادي شابين لهذه الدرجه، بالرغم انه انا نمارس بزاف الرياضات الجبليه. بصح رياضه الباراطونت خلتني نكتشف جانب اخر للجمال تاع الجزائر. بينا نشوفوا أكبر عدد ممكن من طيارين في السماء الجزائر.